لو الحكاية فيها إن فيتو فينا حرارة من فكرة تقارب، يعني ما أشيع عن وجود تقارب مصري قطري وفكرة احتواء جماعة الإخوان المسلمين. طيب خلونا نكون واضحين معاكم، مصر كانت بتستضيف جامعة الدول العربية، قمة جامعة الدول العربية، ومصر كان دورها إن هي رئيس جامعة الدول العربية أو رئيس دورة جامعة الدول العربية. فبالتالي اللي كان بيستضيف دولة قطر، اللي كان بيستضيف أمير قطر، كانت مصر وهي رئيسة لجامعة الدول العربية. فلم تكن مصر تستضيف أمير قطر بصفتها مصر، ولكن بصفتها رئيس لجامعة الدول العربية. فدي أول نقطة كنا محتاجين إن احنا نوضح. النقطة الثانية، احنا نرى في خطاب أمير قطر عدد من الإشارات اللي يعني لا نرى ان هو كان من الحنكة ان هو يقولها. احد هذه الإشارات مثلا الكلام حوالين ان الارهاب والتطرف نابع لان ما تمش احتواء اشخاص معينين. فانا والله انا اول مرة اعرف ان احنا علينا ان احنا نحتوي الارهابيين في السياسة، يعني اللي انا اعرفه في العالم كله ان الارهابيين بيتم محاكمتهم. اول مرة اعرف ان احنا المفروض نحتوي الارهابيين، يعني نعمل بقى احزاب للاخوة الارهابيين، نعمل حزب للي بيفجروا نفسهم يبقى حزب المتفجرين، وحزب اللي بيزرعوا قنابل ودول هيشتغلوا كويس، يعني ناس شغالين كويس، ونبتدي نحتويهم في الواقع السياسي. في الحقيقه ده كلام، يعني ده كلام مثير للسخريه، ده كلام بعيد عن الواقع. احنا لا نظن ان من الممكن الوصول لاي نوع من انواع التقارب مع الدوله القطريه ما لم يكن هناك تغيير حقيقي، اولا في الخطاب، ثانيا في الممارسات اللي بتقوم بيها الدوله القطريه. لكن يبدو ان الدوله القطريه حتى هذه اللحظه يعني ما بتجتهدش حتى ان هي تحاول تضحك علينا بخطاب اكثر انفتاحا او اكثر تقبلا. فالمطلوب الاول خالص يحصل تغيير في الخطاب القطري، ثانيا خطاب تغيير في الاجراءات اللي بتحصل على الارض اللي مش محتاجه ان الدوله تشوفها. في الحقيقه الممارسات القطريه المتعلقه بتمويل عدد من الاشخاص اللي مش فوق مستوى الشبهات، يعني حاجه مش محتاجه ان اجهزه الامن ترصدها. احنا كحزب المصريين الاحرار رصدينها وشايفينها ومنزعجين جدا منها. لحظه لما قطر تبتدي تغير في السياسات ديت ممكن يبتدي كلام بخصوص قطر. اما بخصوص جماعه الاخوان ففي الواقع انا زي ما وضحت لحضرتك الامر بالنسبه لنا شديد الوضوح. انا امام شخص ارتكب جريمه، يحاسب الشخص على الجريمه، مش هقعد اخش في مناقشه مدتها 10 سنين لا والنبي ازاي نصرف. اذا كنت امام شخص حرض على العنف، حرض على الكراهيه، حرض على المصريين، دعم زرع قنابل بتنفجر في وش المصريين، فالاجراء اللي انا المفروض ان انا اعمله ان انا احاكم الشخص دوت. الاجراء اللي انا المفروض اعمله ان انا اواجه الشخص دوت، مش ان انا اقعد اقول ازاي استوعبه وازاي اقدر ان انا اصالحه. الحل في مصر دوما هو تطبيق القانون. هذا ما يراه المصريين الاحرار وهذا ما يؤمن به حزب المصريين الاحرار. في اي حاجه ثانيه؟